فإن احنا بنتكلم على نهاية سعيدة كده، فعايزة أقول لك على مدار نهاية السنة دي شفنا الحقيقة يعني، وتحديدا في الأسبوع ده مصر قدمت رسالة للعالم ودرس عن التنمية الحقيقية، التنمية اللي هدفها الأساسي بناء الإنسان وطبعا توفير احتياجاته، إزاي يقدر يعيش حياة كريمة. على مدار الأسبوع تابعنا الافتتاحات الكبرى اللي شهدتها محافظات الصعيد لأول مرة في تاريخها بعد ما عانت على مدار سنوات طويلة من التهميش والفقر والنسيان. مشروعات هدفها الأساسي تحسين معيشة المواطنين وطبعا توفير فرص عمل وخلق تنمية حقيقية باعتبارها هدف من أهم أهداف حقوق الإنسان. وبالفعل امبارح اختتمت فعاليات أسبوع الصعيد اللي شهد افتتاحات عديدة في أكتر من محافظة، وأخرها كان في أسوان. امبارح كان بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة أسوان الجديدة ومصنع كيما أسوان 2 لإنتاج الأسمدة ومحطة سكة حديد أسوان بعد التطوير، وكمان الجرارات والعربات الجديدة اللي أضيفت للخدمة بعد شغل وتعب كبير من الدولة المصرية في تطوير السكة الحديد. وأعتقد أن ملف السكة الحديد ده يهن ناس كتير قوي كانت بتنادي بيه، مش بس بنتكلم عن الصعيد، مصر كلها كانت محتاجة فعلا تطوير في السكك الحديد، لأن الناس عندنا بتستخدم السكك الحديد بشكل كبير جدا. فأتمنى يا رب نقدر إحنا كمان نحافظ على المجهود ده، يعني إحنا لينا دور كبير جدا يعني. أكيد يا داليا، ودي أهم حاجة. وبصراحة مش بس ملف وزارة النقل أو السكك الحديدية أو وسائل نقل حديثة، كل حاجة في كل المجالات بيحصل فيها تطوير كبير ملموس، لأن مصر دلوقتي بتقدم نموذج مهم جدا في بناء الجمهورية الجديدة، جمهورية قائمة على تنمية حقيقية في كل المجالات وفي كل المحافظات، ما فيش شبر من أرض مصر إلا وفي تنمية. وزي ما تعودنا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بيكون في هذه اللقاءات صريح جدا، بيتكلم بوضوح في كل المناسبات وخصوصا في الافتتاحات الرسمية، بيوضح إيه هي الخطوات اللي اتخذتها الدولة المصرية علشان نوصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، وازاي الدولة المصرية بتشتغل ما بتضيعش وقت، لم تدخر اي جهد عشان في هدف اسمى، وهو تحقيق حياة آدمية وكريمة تليق بكل المصريين في كل مكان. خليني اقول لحضراتكم واحنا كده بنفتكر احداث المفرحة جدا امبارح، الرئيس اتكلم وقال ان كل الناس شايفاه ده خطوة من 1000 خطوة للتطوير اللي مصر تستحقه، وكمان ان دي بداية المشوار اللي الدولة المصرية بتسعى ليه. وخليني اقول لحضراتكم ان امبارح الرئيس كان ليه رسائل كتير جدا واضحة، واحنا بنشوف دلوقتي وبنتابع معاكم الفيديوهات على الشاشة. الرسائل دي بتعرف من خلالها ايه اللي بيحصل في مصر، ايه اللي الدولة محتاجاه. وخلينا اقول لكم كان مسك الختام امبارح بجملة قالها السيد الرئيس في الحفلة الختامية لاسبوع الصعيد، وهي اعهدكم انا والحكومة اننا نعمل ونعمل حتى نغير الواقع الذي نحن فيه. وكان فيه هتاف كبير جدا وقتها من الشباب الجميل اللي كان موجود في الحفل، والحقيقة ان كل لحظة كانت موجودة في اسبوع الصعيد هي فخر لينا كلنا، مش بس لي أهالينا المحترمين الطيبين اللي يستحقوا التنمية في الصعيد، لكن هي كانت فرحة كبيرة لينا. وأسبوع الصعيد بكل التنمية اللي حصلت فيه تدل على إن مصر ما بتضيعش وقت، حقيقي إحنا ما بنضيعش وقت، والرئيس دايما أحلامه كبيرة جدا جدا لبلدنا الغالية مصر، ودايما بيقول إن إحنا ما عندناش وقت نضيعه، وإن دي خطوة من 1000 خطوة. فيا رب إن شاء الله يحفظ بلدنا كده ونشوفها دايما دايما في أحسن حال. عارفة يا ندى، وإحنا بنتفرج طبعا على اللقطات اللي موجودة دلوقتي على الشاشة، لما تيجي تشوفي شكل الإطارات الجديدة وشكل المصانع وشكل الحاجات اللي فعلا بتخلي مصر دلوقتي في مكانة تانية خالص، مش كلامنا إحنا بس، ده كلام العالم كله. يمكن الناس في الأول ما كانتش فاهمة، دلوقتي الناس بدأت تستوعب أكتر، زي الطرق أول ما بدأنا فيها برضو الناس ما كانتش فاهمة قوي إيه التطوير اللي هيحصل وإيه الطفرة اللي ممكن تحصل في الطرق، دلوقتي كل الناس بتقول الطرق فعلا اختلفت وقد إيه الطرق فعلا دلوقتي جميلة. فأتمنى دورنا إحنا كمان زي ما الدولة وسيادة الرئيس الحكومة كلها بتسعى إن مصر تكون في مكانة تانية، إحنا كمان
لازم نحافظ على الحاجات الجديدة اللي بتحصل جيد. الطرق دي نحافظ عليها. أتمنى إن شاء الله عربيات القطارات دي اللي احنا شفناها تفضل جديدة زي ما احنا شايفينها كده. الناس مظبوط، احنا سلوكنا مهم جدا. أكيد أكيد، كل يعني حاجة بتتطور إيدينا في إيد بعض. أكيد إيدينا في إيد بعض علشان بلدنا تبقى أحسن، ويمكن كل الملفات يعني بتشهد تطور كبير جدا. فيا رب كل التوفيق إن شاء الله. يا رب إن شاء الله.